نظام التمرين، التمرين فيه فتح زي التمرين ده كده على اساس ضخ اكبر كميه دم في اكبر مساحات ممكنه من الصدر اولا، الصدر كله يبقى فيه ضخ دم. 3 ثواني 1 2 3 اب 1 2 3 اب يا الله 1 2 3 اب يا الله 1 2 3 4 سريع 1 2 3 4 عاش عاش تحفه، خليه زي ما انت رايح، خد نفس. بسم الله ايزي ايزي بسم الله انصاص يا الله 1 2 3 4 5 6 7 1 مور يا الله. الجولة الأخيرة بقى تبقى وزن خفيف خالص بس عدات كتير شوية. ماشي. هتوصل للنص وتقف 5 سكندز في النص. بعدين تقوم قافل وترجع تاني، بعدين 5 سكندز كل نص تقف نص. ماشي يلا. بسم الله. أب 1 2 3 4 5 اقفل. افتح خالص. أجين. أب. 8 عدات سريعة. ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 روح دم زبيب. بسم الله 4 عدات كاملين. بسم الله هوب هو جميل 1 ان شاء الله. بسم الله 2 روح عاش ها عاش 3 easy 1 more up رايح اوكي ما شاء الله ما شاء الله على قوة التحمل. انا تعبت قوة التحمل ما شاء الله. التمرين ده بيلعب 5 عدات يمين 5 عدات شمال 4 عدات يمين 4 عدات شمال 3 عدات يمين 3 عدات شمال عدتين يمين عدتين شمال عدة يمين عدة شمال بعدين 4 عدات نص. طبعا ليه على الارض؟ عشان ما يبقاش في نزول زيادة عن اللزوم، خصوصا التمرين فيه عدات كتير يعني 5 في 5 فممكن وارد الغلط، وده بطل احنا حابين نحافظ عليه اصلا. عاش. الموضوع مش كله دايما بالاوزان وشيل واو، كل واحد يبقى عارف هدفه ايه كويس. ده شخص ما شاء الله عليه لاعب فيزيك وعارف هدفه وبيلعب على كل حاجه، ده الشورت بيختار لونه وقصه الشعر، كل حاجه لازم المدرب او الشخص اللي هيدربه يوم على الاقل يقف عليه لازم يبقى عنده السيفتي، دي حاجه مهمه جدا، ده شخص مهم. عاش بقى يا الله ما شاء الله ما شاء الله عاش. التيمبو والفورم نفسه زي ما انتم شايفين هو من نفسه بيلعب التيمبو اللي هو عايزه ببطء معين، هو عارف هو عايز ايه، مش اي حاجه. روني كولمان حاجه والفيزيك حاجه ثانيه، مش معنى ان انت تكون بطل لازم ان انت تكون اوزان في حاجات صح لشخص ما وحاجات صح لشخص اخر تفرق عن بعض. عاش بسم الله يا الله يا الله عاش يا مستر اولمبي يا الله عاش 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 يا الله بسم الله عاش ثلاثة امسك ثلاثة يمين وثلاثة شمال يا باشا. بسم الله عاش يلا بينا روح واحد
الله ايه اوي ما شاء الله ما شاء الله ينفع اللي عامله فيها ده تكيمو ايوه سلام عامل ايه سامحني سامحني الهدف من التمرين ان انت تقفل ايدك ازاي تقفل ايدك اعتمد ان انت كانك بتحاول تعمل كده ده الهدف فاهم انت بتزق لجوه ماشي فهتنزل لغايه كده وتقف هتلاقي نفسك وقفت هنا مش هتقدر تزيد انت بتحاول تقفل فاهم كده مش هتعرف 10 كيلو تثبت 10 ثواني بقى على كل واحده تثبت 10 ثواني هو مش عاوز يقفل وعايز هو عايز هو هيقفل مش حد. يعني كانه قفل على نفسه مش هيقدر يطلع اكتر من كده حاول فعلا تزق بكل قوه هتلاقي نفسك مش عارف تفتح مش هينفع تطلع اكتر من كده زق جامد بس هو ده اللي عايزه 10 ثواني بقى انزل هوب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انزل زق جامد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انزل هتثبت فوق 7 ثواني 1 2 3 4 5 6 7 انزل هوب 1 2 3 4 5 6 7 انزل هوب 1 2 3 4 5 6 7 انزل اخر واحده هنطلع فوق 4 1 2 3 4 5 لا 4 ثواني 1 2 3 4 انزل 2 3 4 يا الله ايه؟ يا عم فيتامين ده يا جدعان عضنا ماشي يلا خرجت ده طلع موجه النهارده هتخسر مني عايز اخد رايك في التمرين ده تكنيك معين بسم الله بص هيقفل فين بصوا يا جماعه ازاي هيقفل فرق مش هيبقى قافل فوق هيبقى قافل في حته ثانيه بس اطلع اقف في الصدر بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انزل اطلع ثاني كده احمد بس ما تفرتش فوق قوي اقف ده يوم ما تفرتش فوق عادي كده داون هوب اقفل عليا اهو كانك بتزق لجوه داون هوب اطلع اهو روح تبقى نفسك بتزق صح عاش داون اب يلا ثواني 1 2 3 4 5 6 7 انزل اب 1 2 3 4 5 6 7 انزل يلا 4 ثواني انزل 1 2 3 4 داون اب روح 1 2 3 4 لسه فيك اب دي حلوه قوي ها في 1 2 3 4 اب 1 2 3 4 انزل خمسه سريع 1 اه بطلع على السد وانت بدا السد السد ما شاء الله التمارين بقى بس التمارين بتاعه الدفع مثلا العادي اللي بيبقى فيها هدف معين تاني هدفه انه يشيل فيه وزن تقيل هيقدر يشيل 3 20 4 20 5 20 ما عندوش مشكله لكن التمرين ده لان الهدف من التمرين غير الهدف مش تحميل وزن الهدف ان انت تضغط عليا يا كابتن السد الصدر مش من الدراع تحاول تفصل العضله من ساعات اصلا بالظبط فالوزن دايما تبقى لازم يبقى صح يعني انت مش كذا عضله بتشتغل هي عضله بس فعلا الصدر وجزء من الصدر مش الصدر كله يا الله اعصر حديد اثنين يلا اعصر نفسك وقفت هنا هوب ايوه داون هوب يلا سبعه هوب يب 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 عشان بعديها هياكل وجبه جامده قوي معاك ومعاك يب شلونك؟ بخير وايد زين عايزين احنا كل فتره في مفاجاه في المفاجاه دي لوحدها اللي في 30 يوم دي مفاجاه ثانيه لكن عايزين نعرف في مفاجات جديده الموسم ده؟ لا في مفاجات مفاجات؟ في عين الحاسوب 10 كده مين بقى مثلا؟ في مثلا في هريدي هريدي ثانية واحدة بس سلم بس على ده النشئين بتاعنا والله يضرب ولا ايه؟ النشئين الدراسة عشان حسب بقى ما شاء الله ما شاء الله ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام ازيك ما شاء الله
ما تضربوش يا ريت. طب سؤال، هل التعامل مع الاحجام بقى الكبيره طيب؟ لا الكيبورد انا نفس الكلام. طيب انا الفيزيك بتاعك ايوه ليزي حبيبي. ده فيزيك يا جماعه في 30 يوم ها؟ فيزيك في 30 يوم. ايه ده الكل بتاع تعالى يا جماعه. احسن شخص في مصر للثيرابي والمستاذ غريبه عملت معاها. ايوه هو كابتن الله يحفظك. طب طول ما انت ماشي في الورشه هنا هتلاقي هتلاقي خلصنا؟ اه يلا بينا على وراه. لا لا بس لغايه هتلاقي سيبك سيبك يا جماعه واعمل التنين في ايدك تمام طنبز اللي راجع من خطك ورا واطلع لقدام اسمه. لا لا كوعك جوه خالص اقفل كوعك خالص واطلع لقدام واطلع لقدام وزق بس بالحبل بتطلع وتزق مش بتزق انت بتطلع مع زق. تمام وصل وصل. حسيت فيها؟ ايوه 12 عدة كمان. 1 2 3 4 5 كمان 6 7 عاش ما شاء الله 8 9 10 2 1 كابتن كيمو في سؤال لشوفي بس معلش شوفي انا عندي سؤال بقى كابتن كيمو. ايه السر ان كل العالم يجيله هنا؟ لما بيجي الكيمو ما بيعرفش يخلع منه بسهوله ولما بيخلع بيموت عشان يرجع تاني. كيمو بيرجعه برضه. 1 2 3 4 1 2 كابتن شيكو صح ولا غلط بقى؟ عايزين اضافات تعديلات كده. تعالى على ضيف لي شويه بقى قول لي كده انا ماشيين صح ولا لا. انت بتقفل هنا لو ده طلع فوق شغل تطلع من بعد. تمام طلع من تحت كده عمله صغيره. انا حاسس ان هي الياف داخليه اكتر جوه خالص ان هي الياف خارجيه. انت لو طلعت من هنا زقيت كتفك فوق شويه عشان ما تطلعش. هو مشغل كمساعد اصلا. جرب تحط صباعك بره المره الجايه. صباعه هو بره بيبعت. قول له جرب تخلي صباعك بره وتزق. يا الله يا الله هو غير زرق ولا يا الله عايز يا الله. قول حط اللي انت عايزه انت يا الله. الجوله الجايه نغير يا الله جديد من بين الناس. اي موت عاش. اي يب هو التمرين ده ما فيهوش عدات. ها؟ بقول لك التمرينه دي ما فيش عدد انت موت جبتها ماشي جدع والله. يا الله اخر التصوير اخر جوله عايز لقطه وانا مكانك يا منظار وانت مكمل. يا الله اسد يب. يا يا الله يا الله يا الله يلا يا يوسف تعال يلا دروب يب اسد ايزي اوكي 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 اثنين صح؟ اثنين ماشي براحتك. اثنين اثنين شيل اثنين. ايوه يلا ليتس جو. يب ياه 1 عاش. يب اوكي لاست 2 يلا دول كام؟ ايوه ماشي 4 روح روح بسم الله بس مع نفسك مفيش. لغايه لما تنهار عيش. ايه يا شكري يا الله بسم الله